إسلامية العريقة، ومعلمة معمارية أبدعتها يد الصانع المغربي لتجعل منها تحفة فريدة من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل. مسجد الحسن الثاني، صرح شامخ ومنارة للحضارة العربية والإسلامية ومحطة لإشاعها الكوني، وهو خير شاهد على تمكن العبقرية المغربية من مسايرة تطور فن الهندسة المعمارية. هذا الصرح الحضاري الشاهق شيد على أرض التسامح والتعايش وملتقى العديد من الحضارات، ليكون شاهداً ينطق بإرادة تشجيع التفاهم والوفاق بين مختلف العوالم. تميز المغرب منذ قرون من الزمن بفن بناء المساجد، ويعود الفضل في ذلك لأصالة هندسته المعمارية، بالإضافة إلى طابعه الروحي. يمثل مسجد الحسن الثاني إحدى جواهر المعمار الإسلامي، حيث يتمازج الفن التقليدي في انسجام رائع مع أحدث التقنيات. يتراءى مسجد الحسن الثاني بصومعته الشامخة في كل أرجاء المدينة، مخلدا لعبقرية عمرانية متفردة. هذه الجوهرة المعمارية المتميزة بأكبر مأذنة في العالم، تتسع لأزيد من 80,000 مصل ومصلية، وهو ثمرة لمجموعة متلاصقة من البنايات والمنشآت الإسلامية في سياق إحياء التراث الأندلسي. بهذه المنارة المتفردة يترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة في العشر الأواخر من شهر الصيام والقيام، شهر له من الفضائل والمكارم ما يكشف عن منافعه الروحية والصحية، وما يجعل منه شهر فتح وطمأنينة لأمة خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. اقتضت حكمة الخالق سبحانه تفضيل بعض الخلائق على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الشهور على بعض. ومن الشهور التي فضلها سبحانه شهر رمضان، فهو شهر له من الخصائص والفضائل ما تميز به عن غيره من الشهور. وسيرا على نهج الأسلاف، يحيي أمير المؤمنين هذه الليلة المباركة، ونحن على مشارف نهاية شهر رمضان الأبرك، شهر وعند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام، شهر دعينا فيه إلى ضيافة الرحمن، وجعلنا فيه أهل كرامة الله، أنفاس المؤمن فيه تسبيح، ونومه فيه عبادة، ودعاؤه فيه مستجاب. قد غمرنا المولى عز وجل في هذا الشهر بفضائل عظيمة ونفحات جليلة وخير عميم، وجعله شهر تزكية للمؤمنين بالصيام والقيام وتلاوة الذكر الحكيم، وخصه بليلة مباركة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، ويكفيها شرفا وتعظيما ورفعة أن الله تعالى أنزل فيها القرآن الكريم المعجزة العظمى والحجة البالغة. ليلة القدر ليلة عظيمة، دعينا للتعرض لنفحاتها والإكثار من التعبد والتذلل لله عز وجل طلبا للرحمة والمغفرة. هي ليلة مباركة سميت بليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها. هي ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر، وعلى لسان ملك ذي قدر، وعلى رسول ذي قدر، لأمة ذات قدر.
يصل أمير المؤمنين إلى مسجد الحسن الثاني محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، لإحياء هذه الليلة المباركة التي أنعم بها المولى جلت قدرته على عباده المؤمنين، وجعلها ذات يمن وخير ومغفرة ورحمة ورضوان. فيها تتعطل الأجواء بالروح الإيمانية المفعمة بالخشوع والخضوع. إنها ليلة القدر، عظيمة القدر، ولها أعظم الشرف وأوفى الأجر. لحظات قوية من لحظات الإيمان الصادق والخشوع والخضوع والتقرب إلى الخالق، ووقفات مضيئة في هذه الليلة المباركة وهذا الشهر الكريم، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، في مناسبة دينية جليلة القدر تستظل الأمة المحمدية بنفحة من النفحات الربانية التي خص المولى عز وجل بها أتباع خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هي ليلة قدسية روحية تقشعر لها جلود الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع وتهفو إليها الأنفس الزكية شغفا للسباحة في الملكوت الأعلى والترفع عن أضران المادة الزائلة. في هذا الحفل الديني الكبير ترفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، وينصره النصر المبين، نصرا يعز به الإسلام والمسلمين، وبأن يكلل بالنجاح أعماله ويحقق آماله ويبارك خطواته السديدة، وبأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي الأسرة الملكية الشريفة، كما يتوجه المصلون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والرضوان على فقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. ليلة القدر التي يترأس أمير المؤمنين الحفل الديني الكبير إحياء لها سيرا على نهج الأسلاف، ليلة عظيمة دعانا الرسول الكريم إلى التعرض لنفحاتها والإكثار من الذكر وأعمال البر طلبا للرحمة والمغفرة والثواب الجزيل. حفل ديني كبير في ليلة عظيمة اصطفاها الباري تعالى لينزل فيها إلى السماء الدنيا أقدس كتبه ومعجزة رسالته الخاتمة القرآن الكريم. ليلة شرفها الله تعالى بتنزيل الملائكة لمشاركة العباد في تهجدهم وقيامهم وللشهادة عليهم عندما يباهي بهم ملائكته المقربين. ليلة القدر ليلة مباركة كلها أمن وأمان وسلم وسلام حتى مطلع الفجر. نسألك يا الله أن تحفظ مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك مولانا محمد السادس، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك، اللهم ألبسه على الدوام حلل الصحة والعافية، وزده اللهم من عونك وسندك ومددك، اللهم حقق له كل أمل ورجاء
وأيده وانصره على كل حاسد وحاقد، واصرف عنه كل بلاء، وأقر اللهم عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأنبته اللهم النبات الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وبسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وتغمد اللهم برحمتك الواسعة فقيدي المغرب والإسلام الملكين الجليلين بطل التحرير والاستقلال مولانا محمد الخامس وباني المغرب الحديث ومحرر الصحراء جلالة الحسن الثاني، اللهم أكرم مثواهما وطيب ثراهما وتقبل جهادهما، واجعلهما مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأدم على هذه المملكة المغربية الشريفة نعمتي الأمن والأمان، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، آمين. والختم من مولانا أمير المؤمنين أعز الله. لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حقه ومقداره العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مولاي أمير المؤمنين، مولاي أمير المؤمنين، في إطار عناية جلالتكم الشريفة بالقرآن الكريم وأهله، يتشرف السيد عمر محسن من الدار البيضاء بأن يتسلم من الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره جائزة محمد السادس لأهل القرآن. كما تتشرف يا مولاي السيد زينب أبو علي من الرباط بأن تتسلم من الجناب الشريف اسمه الله وأعز أمره جائزة محمد السادس لأهل الحديد. ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين ويتسلم جائزة الأذان والتهليل السيد سعيد أبو العيش من قرسيف الفائز بالجائزة التقديرية، والسيد الحسن أخيار من تطوان الفائز بالجائزة التكريمية. ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين ويتسلم جوائز الكتاتب القرآنية بأصنافها الثلاثة السيد عبد الله الحيان من الدار البيضاء على منهجية التلقين، السيد عبد القادر حموش من سيدي بن نور على المردودية، والسيد ناصر أيت بو ناصر من ناحية تارودانت على التسيير. هكذا إذن ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة بالمسجد الحسن الثاني.
الصرح الحضاري الشاهق المشيد على أرض التسامح والتعايش، أرض ملتقى الحضارات، المعلمة الروحية المتفردة التي تجلي غنى الحضارة المغربية العريقة وتراثها المعماري الأصيل، بهذه الرحاب العطرة التي تضللها السكينة، أدى أمير المؤمنين وجموع المصلين صلاة العشاء والتراويح وسط أجواء ملؤها التجرد لعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، والاجتهاد من أجل الفوز بالجائزة الكبرى التي أعدها الله للصائمين والقائمين والركع السجود الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وشرح للإيمان صدورهم وأنار بنور الإيمان قلوبهم. أمير المؤمنين، أحيا هذه الليلة مع جموع المواطنين في بيت من بيوت الله تحت ظلال الرحمة وجمال السكينة وأنوار الملائكة. هي ليلة تحمل إلى المسلمين نور السماء ونسيم النبوة وصفاء ملائكة الرحمن. هي الليلة التي على قدرها وزاد شرفها وفضلها على ألف شهر. دأب أمير المؤمنين حفظه الله على إحياء هذه الليلة المباركة في جو تغمره الرحمات الإلهية وتعطره النفحات الربانية، وقد اختص الله تعالى الأمة المحمدية بفضائل عظيمة وخصها على غيرها من الأمم بأن أرسل إليها أعظم رسول وأنزل عليها الكتاب المبين معجزة النبي الأمين كلام رب العالمين في ليلة عظيمة القدر. اللهم اجعل نفحات هذه الليلة المباركة وما يتلى فيها من الذكر الحكيم يمنا وخيرا وبركة. وإلى هنا سيدنا